موت وخراب ديار بيضرب الوسط الرياضي في مصر. لو متعرفش الكوارث اللي حصلت طول الاسبوع في الرياضه والبرامج الرياضيه كمل معايا الفيديو دوت وانا هقولك كل التفاصيل. الحكايه بدات بصدمه هزت الوسط الرياضي في مصر وهي وفاه لاعب نادي مودرن سبورت احمد رفعت، وده بعد ما اتعرض لوقف في عضله القلب في مباراه مع فريقه قدام الاتحاد السكندري في الدوري المصري. دخل في صراع ومعاناه طويله مع المرض وانتهت بوفاته. بعدها حصل جدل كبير جدا على اشخاص اتقال ان هم السبب في وفاه احمد رفعت، وهم احمد دياب اللي كان رئيس نادي مودرن سبورت وكابتن احمد شوبير اللي كان النائب بتاعه وقتها. بعدها بساعات وليد دابس رئيس نادي مودرن سبورت الحالي عمل مداخله هاتفيه مع هاني حتحوت وحصل بينهم مشاده كبيره جدا نتج عنها اعلان استقالته من منصب رئاسه النادي. ومر يومين وتفاجئ الوسط الرياضي ببيان من الشركه المتحده للاعلام بيفيد بانهاء التعاقد مع احمد شوبير وايقاف برنامجه، وده بسبب مخالفته لقواعد المهنه وسياسه محتوى الشركه. فيقرر بعدها احمد شوبير انه يبعد عن الوسط الرياضي خالص ويطير على الساحل الشمالي يقضي يومين حلوين بعد ما بيته اتخرب. ويا دوبك لسه ما خلصناش من الهوجه دي حصلنا على خبر من داخل قناه المحور بيفيد بان في اتجاه لفسخ التعاقد مع احمد حسام ميدو وانهاء برنامجه. بعد ميدو بقى حب ان هو يحسن من شكله فطلع علينا بتويته على منصه اكس بيقول فيها ان اصلا عقده مع القناه كان هينتهي بنهايه الشهر الحالي وان كان في اصلا اتفاق مسبق مع اداره القناه بعدم التجديد. وفي ظل تناول وسائل الاعلام لفسخ التعاقد مع ميدو موضوع احمد شوبير والحكايات دي بيطل علينا خبر جديد بوفاة السباحة الناشئة شاذة نجم اللي تعرضت لنفس أزمة الراحل أحمد رفعت. وفي يوم 1 يوليو تعرضت شاذة نجم لأزمة قلبية مفاجئة وقفت عضلة القلب 3 مرات فتم نقلها لأقرب وحدة إسعاف لإنعاش قلبها وتحويلها المستشفى للإطمئنان على حالتها الصحية، بس بعدها حالتها اتدهورت جدا ودخلت في غيبوبة طويلة وتحولت لمعهد ناصر بالقاهرة وعملت 5 عمليات جراحية لإنقاذ حياتها، لكن للأسف توفت بعدها بساعات. خلصنا بقى من حكاية فسخ التعاقدات وخراب البيوت؟ لا، الدنيا لسه ما نمتش على كده. فوجئنا بحادث مروع اتعرض له رباعي فريق سيراميكا كليوباترا 2005 بعد ما خلصوا تدريب. كانوا ماشيين فوق محور 26 يوليو وفجأة حصل اختلال لعجلة القيادة وده أدى لسقوط العربية من ارتفاع 12 متر. بعدها تم نقل اللاعبين لمستشفى زايد التخصصي وحالتهم مستقرة دلوقتي الحمد لله. وفي نفس اليوم حصلت أزمة جديدة بين لاعبات الدراجات جنى عليوة وشادي سعيد. جنى اتهمت شهد بمحاولة قتلها خلال بطولة الجمهورية وده بعد ما شهد شددها من دراعها ووقعتها على الأرض وتسببت لها في إصابات خطيرة جدا، ده بجانب فقدانها للذاكرة وكدمات في الجمجمة وكسر في عظمة الترقوة احتاج لتدخل جراحي لتركيب 7 مسامير. فنتفاجئ بعدها بشهد سعيد انها هتمثل مصر في أولمبياد باريس 2024 قبل ما تعلن اللجنة الأولمبية باستبعاد شهد من المشاركة في البطولة، وكمان أعلنت 3 عقوبات عليها. اول حاجه استبعادها من سباق الجمهوريه وحذف النتائج بتاعتها. رقم 2 هو ايقافها عن المشاركه في البطولات المحليه لمده سنه ودي اقصى مده للايقاف. واخر حاجه هو الزامها بغرامه ماليه بقدر 100 فرنك سويسري ودوت بالمصري كده 5000 جنيه ودي اقصى غرامه في اللائحه التاديبيه للاتحاد الدولي للدرجات. فتقرر شهد بعدها تحقيق رغبه الجمهور وما تمثلش مصر في اولمبياد باريس وكمان بتعتزل لعب الدرجات بشكل نهائي. فللأسف الأسبوع دوت هو الأسوأ في تاريخ الوسط الرياضي المصري وده بسبب الأزمات والوفيات اللي هزت مواقع التواصل الاجتماعي.